تسمية قرية النبي صموئيل بهذا الاسم سميت بناء على مسجدها التاريخي اللي هو مسجد قرية النبي صموئيل. وهذا المسجد اللي كان هو في الأساس عبارة عن قلعة بيزنطية، وحول صلاح الدين بعد حربه مع الصليبيين إلى مسجد. عدد سكان قريتنا اللي هي قرية النبي صموئيل في حدود 300 نسمة، والسبب معروف، سبب عدم السماح لأي لإقامة أو بناء أي غرفة منذ عام 67 لحد الآن. قريتنا قرية النبي صموئيل توجد بها عيون مياه كثيرة، أهمها في عين اسمها عين البلد اللي تقع بشمال المسجد، وهي مستولى عليها من قبل المستوطنين، وهذا الكلام يعني صار له عشرات السنين. وفي عين أيضا تقع شرق القرية اللي هي عين اللي عيون بنسميها أو عين الطويلة الطوالة عفوا، وهي أيضا يعني عيون كثيرة، لكن يعني هاتين الينبوعين هما أشهر اللي نبيع في القرية اللي كنا نعتمد عليهما في موضوع الري، ري المزرعات، لأن قريتنا بالأساس هي قرية زراعية، وأيضا في موضوع مياه الشرب قبل أن تصلنا المياه طبعا بشكل طبيعي. مختلف عن زمان، أيام زمان، أيام زمان كانت العيون مناظر جميلة، وكان الواحد فعلا مناظر يعني بيحب يشوفها ويحب يروح يقعد في هذه المناطق ويستمتع بالطبيعة الجميلة. كنت تذهب للعيون تلاقي ناس بيعبوا في مية، ننظر ناس نسوان بيعبين في مية، وناس بتزرع وناس تسكي، يعني إشي من الطبيعة وإشي جميل، ومياه صالحة للشرب، رعيان على العيون بسكوا في غنمهم بيغنوا مبسوطين، يعني كنت تلاقي حالة من المرح، يعني فينا مشهد جميل. أما اليوم الوضع بيختلف، يعني إحنا كنا أهل البلد لما بدك تطلع مثلا زي شمت هواء أو إشي هيك ساعة عصرية تروح على شكة العيون تقعد أنت والأولاد، إذا جاي معك أكل إشي تقعد تأكل تنبسط، مي جنبك مي نظيفة تشرب وتغسل. اليوم الوضع اختلف كثير وصار الوضع محزن، يعني من اللوحة أصلاً جميعها اختلفت. أو هلا بتنزل على عيون المي بتلاقي في بعد، يعني في النفس مننا بحكي لك، بعد ما تصادرت الأراضي وتصادر حتى مصادر المياه أصبحت مش تحت سيطرنا ومش إنا. بتدخل بدك تأخذ مرضك وأولادك شكة العين اللي هذه العيون البلد، بتلاقي فيها من المستوطنين المتدين بيتحمموا، مناظر بعد ما كانت المناظر جميلة ومناظر خلابة بتلاقي مناظر إشي يعني شيء كويس مقرف. يعني أنت ما بتقدر تأخذ مرتك وولادك على العين وهم بيدخلوا بتحمموا فيها عراء ومناظر مقززة، حتى يعني حتى هذه المياه اللي كانت أنت بتعتبرها إشي صالح على الشرب، مياه جميلة من الطبيعة، أصبحت مياه ملوثة. مصادر المياه في قرية النبي صموئيل هي الينابيع والعيون المائية، بالإضافة إلى الآبار التي كان يحفرونها السكان، بصفتها كانت في السابق هي المصدر الرئيسي للشرب والري، فاعتماد السكان كان بنسبة 100% على الينابيع الموجودة في القرية، بالإضافة إلى الآبار التي كان يملؤونها من مياه الشتاء. ومن هذه والنبي صموئيل رغم أنها منطقة جبلية تشتهر بكثرة العيون اللي حول القرية، إذا بنعددها مثلا في عنا عيون كان يستخدموها للري، وعيون صالحة للشرب كان يستخدموها سكان البلد للشرب. وهذه العيون اللي كانت تستخدم للشرب في النبس في قرية النبس صموئيل، كان هناك يعني نظام في القرية، مختار القرية كان يسجل أسامي سكان البلد وسكان البلد، وكل واحد وقت ايش يجي ياخذ المي، طبعا كان نسبة المي بالتنك يعني قليل معدودة. وهذه العين اللي احنا موجودين فيها اللي هي تعتبر بسموها عين البلد، كان عليها حراسة من قبل 67 طبعا بحكي، كان عليها حراسة من سكان البلد، لأن كانت المياه تعتبر أهم مصدر للحياة،
فكان عليها حراسة من أهل البلد، يعني يتناوبون عليها بالحراسة لكي لا أحد يعتدي على دور الثاني في أخذ المياه. كان كل المنطقة هذه اللي تحت كانت مزروعة، كان في رمان، في خوخ، في مشمش، في خضروات زي بندورة، فقوس، كوسة، كان كل هذه المنطقة تنزل لتحت هذه كانت كلها يزرعوها من هذه العين، من عين المية هذه، قبل ما تهجر، قبل ما تهجر وقبل ما يصير شغلة الجدار والإغلاقات. ثانيا كل الثرى، أهل أصحابين الثرى والحيوانية كانوا يعتمدوا عليها، زي ما انت شايف عاملين الحوض هذا يسقوا غنمهم، يعتمدوا عليها في سقي المواشي، وايضا كمان الناس بتشرب منها. في قرية النبي سمويل عدة عيون، مثلا احنا الان موجودين في عند عين المزراب، ومننا فوق لقدام في عين الامير، وفي عين حماد، وفي عندنا الجقوق. ففي هذا الوجه في يمكن 4-5 عيون مية في هاي المنطقة. في الجهة الشمالية الغربية برضو في عيون ثانية كمان. قديما كانت الواحد مثلا من قرية النبي صمويل مسافة طويلة، أو من قرية بيت حنينة، أو من مضارب البدو، تلاقي الواحد حاملة تنكة المية على راسها. من تنكة المي هذه كانت الناس تحافظ، تطبخ منها وتجلي منها وتغسل ومحافظة، وربنا طارح فيها البركة. كانت الواحدة لما تتناول كاسة المي بدها تسقي منها بتقول بسم الله وتذكر، كان في بركة. اليوم يعني ما بدي أتكلم بعض كلمات، اليوم بدك كوب مية وأكثر من كوب مية ما بكفي يمكن عائلة من 3-4 أنفار، شايف كيف؟ لأنه أصلا ولا واحد اليوم تفتح المي بتقول بسم الله، ولا يعني انتزعت البركة من الناس، مية كثيرة على غير فائدة للناس، والناس عندهم دائما شح. كان زمان تقطع مسافة كيلومترات من القرية من هناك أو من القرية من فوق علشان تحمل جرة المية، وربنا طارح فيها البركة، تعجن وتخبز وتسوي طبيخ لأولادها وتسقي أولادها وتحمم أولادها من هذه. بينما اليوم بدك تنك مية للدار وما يكفيها كل يوم. أكاذيب اليهود أن هناك أزمة ماء، ليس هناك أزمة ماء، لأنهم هم يستخدمون المياه لري أشجارهم، لسقي كلابهم، فما تبقى يعطونه للعرب. في القرى المجاورة شمال غرب القدس يقطعون المياه 2-3 عن السكان بسبب سقية أشجارهم، ويعني حاجات ما لهاش أول ولا آخر، يعني لا يهتمون بالعرب شربوا أو لم يشربوا، ما يزيد عن حاجتهم يعطونه للعرب. فهم يعني هي عندك مصادر كثيرة من المياه، يعني حول منطقة القدس عيون كثيرة، لا يستطيع يعني أصحاب هذه العيون استغلالها الاستغلال الصحيح، تركيب مطورات عليها، تنقيبها، تنظيفها كذا، فكل من يعني يستخدم هذه الحاجات فيتم مصادرة الآليات، ويتم يعني معاقبة الإنسان الذي يقوم باستخراج هذه الماء أو تقوية هذه العيون حتى. فالمياه بفلسطين الحمد لله رب العالمين، هذه أرض مباركة باركها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، المياه فيها تكفي للجميع سواء اليهود أو العرب، ولكنهم يعني أمور
يريدونها، سياسة إلى غير ذلك، فهم يتحكمون بالعصب المائي لأهل فلسطين. حياة لا تقوم بدون مياه، سواء حياة بشرية أو حياة ثروة حيوانية أو حتى نباتية. عندما يستطيع يعني يريد الإنسان أن يعمل أي مشروع فلا بد من توفير المياه، فالمياه الآن غير متوفرة لدى العرب، فبالتالي يعني صار هناك مشكلة في الزراعة، مشكلة أيضا في تربية المواشي، حتى أنه يعني تعمل في هاي قرية النبي سمير بالذات برعكس تربية المواشي فهو ممنوع. فبالتالي يعني الثروة الحيوانية انعدمت في قرية النبي سمير، الثروة النباتية أيضا انعدمت لأن الأرض بحاجة حراثة وبحاجة كذا، فلا يستطيعون أهل النبي سمير أن يدخلوا آلات حراثة من خارج قرية النبي سمير، وبالتالي أيضا المياه، فالمياه التي أصبحت في الينابيع فمنها من جف بسبب الإهمال، ومنها طبعا من سيطر عليه اليهود بالغطس والسباحة وغير ذلك، فأصبحت الأراضي يعني قاحرة إلا بمياه التي تنزل في فصل الشتاء، وطبعا هذه لا تكفي خصوصا في أيام الصيف الحار، فلا بد للنباتات من مياه. ومع أنه قرية النبي سمير والقرى المجاورة كلها قائمة على ينابيع، يعني بيت نكسى فيها ينابيع وفيها آبار، النبي سمير كذلك، قرية بيت سوريك في قرية يفتى أيضا في عين مياه، فأيضا مسيطرين عليها اليهود في الغطس والسباحة. أزمة المياه عند اليهود ما في أزمة مياه، أزمة المياه هي عندنا إحنا الفلسطينيين، عندنا إحنا الشعب الفلسطيني أزمة المياه. هم عندهم برك سباحة، عندهم الواحد إذا سيارته لما بغسلها المية اللي بغسل السيارة فيها بتكفي عائلة أسبوع، في عندنا بعض مناطق في الأسبوع يوم لما تجيهم المية مقطوع عنهم المية، قرى كاملة الينابيع عندنا احنا جفت من الأبار الارتوازية أو اللي سحبوا مية البلاد منها. فالأزمة علينا احنا الشعب، علينا احنا يا الفلسطينيين بالذات، برك مي ما عندنا زي ما عندهم هم، سقي شجر ما عندنا زي ما يسقوا هم شجرهم. أنا أقول وأحس يعني الجيل القادم، عودوا للأرض، عودوا للعيون، ضبطوا العيون، اعملوا مخازن للمي، العين النبعة لما تطلع اللي يزيد عن حاجة الأرض اللي تسقيها، اعمل بير مستودع للمية اللي تستخدموه، لأنه مية العين أصفى 100 مرة من المية اللي بتجيك في هذه في المواصير، لأنها بدها فلاتر مية تصفي، هذه أنت ما تعرف إيش فيها أدوية أو إيش فيها من وين جاي، يمكن مخلوطة مع مية المجاري اللي تنزل ما تعرف عنها، ولكن مية النبع صافي. فأنا أنصح أولادنا، أنصح الأجيال كلها تحافظ على العيون، تحافظ على بار المي، تحافظ على أرضها، تعيد زراعتها، تحمر، تسنسل. الأزمة عندنا إحنا أزمة المي، مش عندهم هم، هم ما عندهم أزمة المي. أي إنسان في الدنيا بدون وطنه بدون أرضه ما فيه له كرامة، كل إنسان خارج عن أرضه خارج عن وطنه ما له كرامة، حتى لو جيت على مستوى أنت انتقلت من قرية إلى ثانية
أنت تشعر نفسك في القرية الثانية أنت غريب، بينما أنت في قريتك أنت تشوف نفسك عزيز إلك كرامة. فمشان هذا السبب بتلاقي كل إنسان متمسك في أرضه في قريته. لا بد أن المواطن الفلسطيني أن يضع في باله أن هذه أرض الرباط، وأن الرباط لا بد له من دفع الثمن، فلا بد أن نرابط في أرضنا مهما كان الوضع.